السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ متابعين ومتابعات قناة تفسير الأحلام مع عبد الله السيد، وحشتوني جدا جدا جدا. في فيديو النهاردة إن شاء الله أنا هكلمك على فايدة عظيمة وقوية جدا جدا جدا. هذه الفائدة بإذن الله عبارة عن آية. هذه الآية بفضل الله عز وجل لو أنت كتبتها على ورقة مثل هذه الورقة، ثم قمت بحمل هذه الورقة معك سواء كان في محفظتك أو في حقيبتك، بإذن الله هترى ما يسرك من معجزات ومن فوائد ومن أسرار كثيرة جدا جدا جدا. طبعا في البداية محتاج أقول لكم، عشان بس الناس اللي ممكن تخش تقول لي يعني إيه ورقة ويعني إيه ورقة كده، هقول لك إن الورقة وإن أنت تكتب آيات أو بعض الآيات في ورقة وتحملها معك، دي كانت يعني كثير من السلف الصالح كان بيفعلها، منهم مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يأتي بورقة وكان يعلقها على رقبة أولاده للحفظ. حتى هذا الأمر اختلف حوله العلماء وجوزه البعض، وكان مذهب زي ما قلت لكم عبد الله بن عمرو بن العاص، إن اعتبروه من بركات القرآن، كما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فبالتالي عايز أقول لكم يا جماعة إن الفايدة النهاردة بإذن الله من أقوى الفوائد اللي أنا نزلتها في القناة، واللي بإذن الله بمجرد ما تحمل هذه الورقة معك بعد أن تكتب هذه الآية، شوف الخير والبركة والمعجزات الكثيرة جدا اللي هتحدث لك بإذن الله. لو كنت في كرب أو أزمة إيه، إن شاء الله بعد أن تحمل هذه الورقة معك هرى المعجزات هتحصل معاك بفضل الله عز وجل. طبعا في البداية محتاج أقول لكم إن كثير مننا بيواجه مشاكل، وكثير مننا بيواجه أزمات، وكثير مننا بيبقى عنده حسد او عين مأثره على حياته ممتده معاه لسنوات. انا دايما بقول لكم ان الحسد او السحر قد يمتد معك لسنوات، فبنكون محتاجين فايده او بنكون محتاجين ذكر او ورد قراني يساعدنا ان احنا نتجاوز المشاكل، ويساعدنا ايضا ان احنا لو عندنا حاجه معينه او عايزين نجلب الحب الناس او يبقى عندنا مهابه في قلوب الناس. فطبعا محتاج اقول لكم ان الفايده دي شامله وجامعه لكل الفوائد ان شاء الله. بس في البدايه محتاج اقول لك ان القران الكريم فيه سر، والقران الكريم فيه اسرار كثيره جدا لا تعد ولا تحصى. والله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. وخلي بالك ان الله تعالى اطلق كلمه شفاء، ما قالش مثلا وننزل من القران ما هو الشفاء للناس مثلا، لا، شفاء. كلمة شفاء يا جماعة في اللغة العربية نكرة، بتفيد العموم والشمول، يعني شفاء لأي داء وشفاء لأي مشكلة، فاهمين يا جماعة؟ فبالتالي بإذن الله الفوائد اللي هتعود عليك بعد أن تطبق هذه الفائدة وتحمل هذه الورقة معك، أولا جلب المهابة وحب الناس وحب من ينظر إليك. يعني بإذن الله بعد أن تحمل هذه الورقة معك هتلاقي بإذن الله كل من يراك هيحس منك بهيبة، هيحس منك بمهابة، وستصبح بإذن الله مشهورا على الألسنة. بس الناس ما تفهمش غلط يعني مشهورا على الألسنة يا عبد الله، يعني أي حد مثلا هيسمعني أو هيشوفني هيشتمني مثلا، الناس وهم قاعدين مع بعض هيشتموني، لا، مشهورا على الألسنة يعني لما حد يسمع عنك هيتحدث عنك بالخير، لو حد سمع عنك أو اتكلم عنك هيتكلم عنك بكل خير، فاهمين يا جماعة؟ دي أول فايدة بتعود على الشخص اللي هيحمل هذه الورقة معاه، وهي جلب المهابة وحب الناس. اما الفائده الثانيه ان شاء الله اللي هتعود عليك بعد ان تحمل هذه الورقه معك في شهر رجب ان شاء الله، لان الفائده اللي انت بتعملها في شهر رجب هي جلب الرزق الوفير باذن الله. ومن اكثر الفوائد اللي هتعود على الشخص اللي هيطبق هذه الفائده جلب الرزق والمال الكثير والوفير باذن الله عز وجل. بعد ان تحمل هذه الورقه هتلاقي في تغيير كبير في المال، خاصه لو انت في ايدك مال، او خاصة كمان لو انت داخل عمل او داخل مقابلة عمل، باذن الله تكون موفق جدا في هذا الامر. والفايدة دي يا جماعة من المجربات القوية جدا، اتمنى بجد تطبقوها وشوفوا الخيرات والمعجزات. فكذلك الورقة دي كمان هتفيدك لو انت مثلا رايح مقابلة عمل او رايح عمل او رايح شغل او داخل في اي امر مثلا في رزق، باذن الله هتلاقي فيه فتح الابواب من ابواب الرزق، او هتلاقي فيه بركة في الاموال. اما ثالث ثمره بتعود على الشخص ايضا اللي هيفعل هذه الفائده باذن الله في شهر رجب ويقوم بحمل هذه الورقه معه، هي جلب الحظ السعيد والبركه الى حياتك. وعلى فكره يا جماعه دي من اهم الفوائد الخاصه بهذه الفائده. انت تعرف يعني ايه تبقى عندك حظ سعيد ويبقى عندك بركه؟ يعني باقل مجهود ممكن تصل لما لا يتخيله عقلك، بمجهود انت ممكن تستغرقه سنين، بفضل الله عز وجل واللجوء له تقدر توصل للامر ده بمجهود خفيف جدا، يعني يدوبك تاخد بالاسباب بشكل بسيط جدا وشوف المعجزات، هتلاقي نفسك موفق بشكل رهيب. فاكيد انا شوقتكم يا احباب، وعايزين تعرفوا ايه الفايده وطريقه تطبيق الفايده وغير ذلك من الامور. هبدا باذن الله عز وجل في ذكر التفاصيل وذكر تفاصيل الفايده ونعملها ازاي والشروط. بس قبل ما ابدا في ذكر التفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه،
ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك، ادعي لي دعوة تعالى بالتوفيق، ويلا بينا على طول يا احبابي نبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة ان شاء الله. طبعا في البداية يا جماعة الفايدة دي لا يشترط فيها اي يوم من ايام شهر رجب، يعني انت ممكن تختار اي يوم من ايام شهر رجب وتفعل فيه الفايدة، لا يشترط يوم معين من ايام شهر رجب، ممكن تعمل فايدة في اي يوم من ايام شهر رجب. بس كل اللي هطلبه منك في الفايدة دي ان شاء الله ان انت اولا لازم تبقى طاهر الثياب والبدن، ثانيا لازم انت اللي تعمل الورقة دي لنفسك، يعني مثلا مفيش واحدة مثلا تقول لي انا عندي زوجي وعايز اعمل له الفايدة، لا لازم انت اللي تعملها لنفسك، لازم انت اللي تعمل الفايدة لنفسك. تمام يا جماعة؟ يبقى اذا الشرط الاساسي ان انت تبقى طاهر الثياب والبدن، والشرط الثاني ان انت تعمل الفايدة دي لنفسك. تمام يا جماعة؟ طيب الوقت المناسب انا قلت لك اختار اي يوم من ايام شهر رجب، تمام كده احنا متفقين. الوقت المناسب في عمل الفايدة يبقى ايه بالظبط؟ يعني ايه الوقت المناسب ان نعمل فيه الفايدة؟ والله يا جماعة الوقت المناسب في فعل الفائدة هو في جوف الليل بعد صلاة العشاء، يعني عندك من بعد صلاة العشاء الى قبل الفجر، الوقت ده وقت مبارك. يبقى اذا الوقت المناسب او الوقت الافضل في فعل الفايدة هو جوف الليل، يعني وقت الليل يعني عندك من بعد صلاة العشاء الى وقت اللي هو قبل الفجر بساعة او ساعتين. اختر اي وقت من هذه الاوقات، يعني عندك من بعد صلاة العشاء ممكن تبدأ في الفايدة، او اي وقت من اوقات جوف الليل يعني قبل الفجر بقى بساعة او ساعتين او كده. طيب هعمل ايه بالظبط يا عبد الله في الفايدة؟ كل اللي هطلبه منك باذن الله ان انت تبقى جالس ومتوجه للقبلة، واول حاجة باذن الله بتقوم بفعلها هي ان انت هتقوم بقراءة هذا الاسم العظيم 100 مرة بالعدد يا جماعة. تقرأ هذا الاسم قبل ما تعمل اي حاجة، انت معاك الورقة اهي وحطيتها قدامك قبل ما تكتب. وعلى فكرة يا جماعة الورقة ممكن تجيب اي ورقة عادية، يعني يجوز اي ورقة، والكتابة تكون بأي قلم، مش هقولك زعفران ومية ورد وكده، لا الكتابة بأي قلم والورقة اي ورقة مسطرة او بيضاء. تمام؟ طيب وانت قاعد في جوف الليل زي ما قلت لكم اول حاجة باذن الله هتقوم بفعلها هي ان انت هتقرأ هذا الاسم العظيم 100 مرة. والاسم باذن الله احباب اللي هتقرأه 100 مرة هو اسم الله تعالى المغني، هو من اسماء الله تعالى الحسنى، هتقرأ وهتقول يا مغني 100 مرة كاملة يا جماعة. يبقى اذا دي اول خطوة في الفايدة هي ان انت باذن الله هتقوم بقراءة اسم الله المغني وهتقول يا مغني 100 مرة. والقراءة زي ما قلت لكم مرارا وتكرارا بتبقى بصوت مسموع، يعني تسمع نفسك وانت تقرأ، دي اول خطوة في الفايدة. بعد ذلك ان شاء الله هنيجي للخطوة الثانية في الفائدة، وهي ان انت هتقوم بقراءة آية الكرسي 21 مرة. يبقى اذا الخطوة الثانية هي قراءة آية الكرسي 21 مرة. بعد ذلك هتأتي بالورقة اهي، الورقة دي يا جماعة تأتي بورقة هكذا، ورقة بيضاء زي ما قلت لكم مسطرة او مش مسطرة عادي، والكتابة بأي قلم. وقبل ما تبدأ تعمل اي حاجة في الورقة هتمسكها كده، تكون ماسكها بايدك، والافضل ايدك يدك اليمنى، تمسك الورقة بيدك وتقرأ البسملة، تقرأ البسملة 7 مرات. يبقى عشان ما تتوهش مني احنا قلنا نقول يا مغني 100 مرة، بعد كده هنقرأ آية الكرسي 21 مرة، بعد ذلك هنبدأ بقى في الكتابة، هتمسك الورقة هكذا بيدك ثم تقرأ البسملة 7 مرات، بعد كده تفتح الورقة هكذا ثم هتبدأ ومن فوق هتكتب البسملة فوق، يعني هتكتب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة بس. وطبعا طريقة تطبيق الفايدة وخطوات الفايدة كلها أنا كاتبها في صندوق الوصف، يعني لو بصيت في صندوق الوصف تحت هتلاقيني كاتب لك الخطوات. هتكتب البسملة فوق، بعد كده هتكتب هذه الآية المباركة العظيمة مرة واحدة فقط. والآية اللي هتقوم بكتابتها هي جاءت في سورة الإسراء الآية 30، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. دي الآية اللي انت هتكتبها بإذن الله مرة واحدة فقط. يبقى إذا هتكتب البسملة فوق بعد كده الآية مرة واحدة فقط، بعد ذلك تقوم بطوي هذه الورقة هكذا ثم تحملها معك في جيبك او في محفظتك، وباذن الله فعلت هذه الفائده في اي يوم من ايام شهر رجب شوف الخير باذن الله اللي هيمتد معاك باذن الله طوال الشهر وطوال العام ان شاء الله. فاتمنى تطبق الفائده دي وباذن الله هتطلب المعجزات بعدها. وبكده يكون الفيديو خلص يا احبابي، اسال الله العظيم ان يوفق كل من راى هذا الفيديو وساعد على نشره ويحقق له كل ما يتمنى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.